السلام عليكم جميعا، كيف اموركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم رجعت لكم يا اخوان من جديد، وبهذا الفيديو راح ناخذ موسم البول باس الموسم الثاني، تمام؟ فخليكم معنا ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس على الكل ليصلكم كل شيء جديد بالايام المقبله. كمان في عندي موضوع مهم يا اخوان، بتمنى تبقون معي، راح اتكلمه ضمن هذا الفيديو. عندنا اليوم موضوعنا يا اخوان هو البول باس، البول باس الموسم الجديد اللي ضافوني. طبعا احنا اخذنا موسم قبل ولسه في عندنا هذا الموسم ولسه على الموسم الاخر. طبعا كل 7 ايام بيعطونا موسم جديد لحتى ما يخلصن هذول المواسم. راح نتكلم عن امور تفصيليه يا اخوان ضمن هذا الفيديو. فهذا الموسم اكيد الكل شاف هذا الموسم بشكل كامل. حلو هذا سمايل، حلو جدا جدا، هذا اسطوري هذا سمايل، وهذا سمايل كمان حلو، هذا تحت الافاتار، وهذا الافاتار يا اخوان كمان افاتار اسطوري، اغلبية الناس بتبحث عليه. هذا سمايل من الاضافات كمان الجديدة يلي اضافوه. هذا هو البول باس الموسم الثاني يا اخوان. فعندنا موصل تقريبا الى المرتبة 11، تمام. طيب عن طريق الخمسة كاش رايحين ناخذ احنا هذا الموسم عشان نوصله الى ليفل 34 حتى يصير معانا ليفل ماكس، تمام يا اخوان. الموضوعي بتمنى يا اخوان، بتمنى كطلب اخوي منكم اللي مو مشترك بقناتي الثانيه، بتمنى يروح يشترك مباشره. طبعا لا حد يقول لي ليش يا عمر، احنا متابعينك على هاي يا اخوان، تابعوني على هذيك، معلش ما نعرف بكره شو بيصير. فبتمنى منكم تتابعوني على القناة الثانية حتى أي شيء يصير حتى نكون ننزلكم فيديوهات وتكونون موجودين معنا، أوكي؟ وهين يا إخوان وصلنا إلى الليفل 34، راح يصير معنا ليفل ماكس ضمن هذا الفيديو البول باس. وهاي المكس أصلا البول باس تنكيس خالص، هيك صار معانا يا اخوان البول باس ليفل ماكس مثل ما انتم شايفين، تمام. خلصنا احنا من الشراء عن طريق الخمسة كاش، راح ناخذ المكافآت المهمة. عندنا هذا سمايل، حلو هذا سمايل، سمايل اسطوري عن جد. فاللي ما اشترى المواسم هذن يا اخوان، طبعا هسه بالوقت الحالي يقول انه يجوز عادي، ولكن فيما بعد راح يتندم على هذا الاشي. واللي ما يمتلك مال ان شاء الله، الله كريم يا اخوان، الله بيرزقنا ويرزقكم ان شاء الله جميعا. هذا الافاتار الاخر كمان بناخذه. شو كمان احنا ايش يعطينا للعصاية؟ لا عندنا هاي ترقية للعصا، وهاي ترقية كمان، ناخذ المواضيع المهمة فقط، ما تبقى فيما بعد ان شاء الله بناخذ. شو كمان؟ هاي عصا، هاي العصا اللي نتكلم عنها احنا يا اخوان، يعني النقاط اللي بتحصل عليهن انت من الموسم هذا والموسم الاخر والموسم الاخر، الثلاث مواسم اقصد، يعني بيوصل لك العصا مرتبة جميلة جدا يعني. كمان هنا العصا لها ثلاث قطع، هنا من فوق المجاني لها ثلاث قطع، هنا كمان هاي قطعتين مجانية. طبعا هي العصا عندي ليفل ماكس يعني. هذا الافاتار، وهذا كمان سمايل، هذا سمايل مجاني، اما حلو حلو جدا يعني. شو كمان بقى عندنا؟ هاي العصا، وهذا الافاتار الاخر، افاتارات قديمة جدا اسطورية عن جد، افاتارات جميلة جدا وافاتارات حلوة يا اخوان. يعني العصا هاي ما راح ناخذ لها ترقية، تخلص ما تهمنا، لانه عندي ماكس فيما بعد ناخذها، ما بدنا نطول اكثر احنا بالفيديو، واهم شيء هي الفكرة نشاركها مع الجميع. او خلص بدنا ناخذها، معلش خلنا ناخذها صح. وهنا كمان حلو هذا سمايل، سمايل
فعلا جميل جدا. وهي اخذنا، تعال تعال يا حب، هاي درقي للعصا، هاي 14 قطعة العصا النجمة، وهذا افاتار كمان، وهاي قطعة للعصا كمان، قطعة للعصا، هنا 10 قطع. طبعا يا اخوان كذا واحد بيكتب لي هذا الافاتار اسطوري، اسطوري جدا هذا الافاتار، من الافاتارات الراقية جدا يعني. طبعا يا اخوان كذا واحد يكتب لي انه شلون احصل على البولباس، ما في غير شراء صديقي، بدك تشتريه من داخل هاي اللعبة حصرا. وهذا اسمايل حلو جدا اسطوري. هنا 12 قطعة للعصا، قطعتين، ما نعرف العصايات يصير نلف المكس ولا ما يصير، ما ادري، هسه نشوف الان وياكم سوا. تمام، شو كمان، هذا سمايل اضافة جديدة يعني، بس شو حاط لي ايدين فوق بعضها ما فهمت. اللي فهمنا شو معنى هذا سمايل يا اخوان يكتب لي بالتعليقات، خليني اشوف شو عندكم من الافكار. تمام، هي نهاية الافاتار كمان اضافوه جديد، هاي الرسمة على الطاولة سووا عليها تعديلات، اما حلو هاي الرسم. طيب خلينا نشوف هذا الصندوق يا اخوان، نشوف هذا الصندوق، هنا صندوقين تمام، او يعطينا مرتين، هنا نشوف شو بيعطينا هذا الصندوق، بالكيت كمان للمواسم القديمة. اوه جميل والله، جميل جدا، كمان عصايات للمواسم القديمة والله، هذا اللي بنحصل عليه على نقاط للكيو باور يعني. هذا الاخر يا رب، هاي عندي اضلي في المكس كملي بس هيك بنكون خلصنا. تمام، طيب خلينا نشوف وضع العصايات ونبدأ بالترقية. طبعا هاي العصا، عصا عن طريق الشراء القسم اللي من تحت بتعطينا 145 نقطة للكيو باور. نحاول نسرع شوي، ناخذ المكافآت بسرعة. قرأت تعليق أمس يقول لي أبو فيصل سرع الفيديو، يا أخوان كيف أسرع الفيديو وأني عم أتكلم، ما بيصير، كمان يجوز ما تصير معنا لف المكس والله، لف الست ما صارت معنا لف المكس. مو مشكلة العصايات، مو مشكلة، احنا اهم شيء حصلنا على الافاتارات يعني، هاي العصا قوية، هاي العصا المجانية اقوى حتى من العصا الشراء. اتوقع هاي راح تصير مكس، معقولة؟ والله نفس الاشي ما صارت مكس، كمان باقي لها مرة، نرقي هاي كمان، وهيك بنكون خلصنا من العصايات. فهذا كان موضوعنا، بتمنى هذا الفيديو عجبكم، لا تنسونا من اللايك يا اخوان والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على الكل ليصلكم طبعا كل شيء جديد بالايام القادمة، واحتمال يا اخوان كمان في عندي فيديو ثاني محمله انا من امس احتمال